بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. انتهينا للتو من اجتماع مجلس الوزراء، اجتماع ايضا كالعادة حافل بمواضيع عديدة، توصيات حول صناعة الاسمنت، وايضا فيما يخص تطوير تحسين الخدمات الكهربائية، خصوصا بتفعيل قرض بين حكومة العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وموافقة على توصيات تقرير زيارة تفقدية إلى محافظة نينوى من أمين العام ومن وزير التخطيط، ووفد لرؤية متطلبات المحافظة لإعادة إعمارها، للإطلاع على واقعها الخدمي وتدليل الصعوبات، وتم إقرار التوصيات والتوصية بتنفيذها، كذلك إقرار توصيات لاجتماع التشاور المختص بتحديد نسبة معينة من إنجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الأراضي إلى المستثمرين، بما يضمن جدية المستثمر في إنجاز المشروع الذي يصير بالعادة تخصص الأراضي وتبقى بدون أي تنفيذ، وتمر فترة طويلة، يحصل أحيانا تنازل عن الحق ومقابل مبالغ من المال، مسائل فيها مخالفات، فيها حتى فساد. هناك أيضا قرارات فيما يخص التسليح، موافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح، والموافقة على قرار مجلس الوزراء بشأن منحة المخصص للعتبة العباسية والحسينية، والموافقة على استلام شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة لأمانة العاصمة. في الأسبوع الماضي وهناك قرارات أخرى في الحقيقة، هذا ملخص إلها تطلعون عليها عبر التقرير الرسمي. شهدنا زيارة جدا مهمة لأعضاء 15 لمجلس الأمن الدولي، وهي زيارة مهمة يعني نادرة ما تحصل في الدول، وتعبر عن رؤية المجلس الأمن الدولي للعراق. يرى العراق بلد ناهض، بلد يخرج تماما من الأزمة، وبلد يتقدم ويحقق نجاحات على عدة مستويات. وكانت النقاشات جيدة، سواء بالنسبة إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان، والانطباعات التي خرج بها أعضاء الوفد مباشرة انطباعات مهمة، والنقاشات كانت نقاشات جدية. هذا أمر نعتقده مهم، لأن غالبا ما العراق من فترة طويلة هو تحت الوصاية الأممية، كان يعني في قرارات المتعلقة بالعقوبات والحصار وحرب الكويت وإلى آخره، وأيضا أحيانا يناقش هذا الملف بدون معاينة ميدانية، يعني معاينات نظرية أو تقارير نظرية. نعتقد هذه المعايشة الميدانية أمر مهم بالنسبة إلى مجلس الأمن وبالنسبة إلينا. كذلك استقبلنا مستشار الرئيس الكوري، وهناك مشاريع مشتركة خصوصا في مجال مستشفيات القلب أو جلب أطباء لمعالجة أمراض القلب لدى الأطفال، ومشاريع أخرى أيضا مهمة. في مؤتمر أوبك الذي هو مؤتمر مهم، والحقيقة المكالمة التي جرت يوم أمس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هي حول هذا الموضوع، والاتفاق بيننا وبين الإخوة في المملكة على موقف مشترك لمواجهة يعني تطورات السوق والحفاظ على الإجراءات التي تم اتخاذها. الآن كما علمتم في أوبك تم إقرار الاستمرار بنفس السياسات الماضية إلى شهر آذار للعام القادم، وهذا أمر مهم لاستقرار الأسواق. أيضا يعني هذا الموضوع بالنسبة لنا وللمملكة ولكل المنتجين والمصدرين للنفط هو أمر مهم، لأن الموازنات تعتمد على استقرار الأسواق النفطية. أيضا صدر من قبل القائد العام الأمر الديواني 237، وهذا أمر أيضا مهم للغاية حقيقة. الحشد الشعبي هو من الفعاليات التي حققت نصر كبير للعراق في مواجهة داعش وتحرير الموصل واستتباب الأمن، وآن الأوان لتنظيم وضع فصائل الحشد الشعبي بشكل قانوني ونظامي، والأمر الديواني كان واضح في هذا الاتجاه، وتلقينا الكثير من
الرسائل من قادة الحشد ترحيبا بهذه القرارات، وحددنا مهلة محددة لكي يدخل كل شيء في سياقات الطبيعية حتى ننتهي من هذه المسألة. هذه تضمن حقوق أبناء الحشد وفصائله من جهة، وكذلك تنظم الأوضاع الأمنية في العراق، وكل شيء تحت في إطار القوات المسلحة العراقية، ولا سلاح خارج الدولة. هذا هو المبنى الأساسي الذي نسير عليه. أيضا تم الاستمرار في العمل لإنهاء مسألة الوكالات. وفي هذا الموضوع أنا أحب أن أوضح بأن نحن عانينا لسنوات طويلة من الوكالات، وتراكمت أعداد كبيرة من المناصب بالوكالة، سواء كانوا مدراء عامين أو كانوا وكلاء وزارة أو هيئات مستقلة أو قوات مسلحة أو عمداء جامعة. لفترة طويلة على مدى يعني 15 عام هناك تعيينات بالوكالة، مما شكل ممارسة خاطئة في إطار الدولة العراقية. منذ مجيء هذه الحكومة حاولت أن تقف ضد هذا التيار وتنهي موضوع التعيين بالوكالة وتعود إلى ممارسات أصولية وقانونية لكي يكون المعين يعني بشكل أصولي بدون الذهاب إلى الوكالات كممارسة. الاستثناء تحول إلى قاعدة، لا، نعود إلى القاعدة نثبتها. وطرحنا مشاريع في كيفية العمل وكنا ماضين قدما، وفعلا أقرينا اللجنة المختصة المهنية في مجلس الوزراء أقرت قوائم كاملة فيما يخص الوكالات وتعرض تباعا على مجلس الوزراء، وسنستمر بهذه المحاولة لحين إنهاء كافة الوكالات الموجودة ويحصل لدينا شواغر نعين بالأصالة لا نعين بالوكالة. والهدف الأول هو إنهاء الوكالات، رغم أن ممكن أن نستثمر هذا السياق لمعايرة ودراسة كفاءات الموظفين المعينين في هذا الجانب. نحن نريد أن ننهي موضوع الوكالات أساساً، لكن في نفس الوقت إذا كان هناك بعض الإشارات على البعض يتخذ الإجراء ونعين من يليق بهذا المنصب. نريد أن نغير الممارسة وندخل في ممارسات صحيحة. هذا بشكل مختصر الإيجاز الصحفي وكذلك قرارات مجلس الوزراء. أتلقى بعض الأسئلة من السيدات والسادة الإعلاميين. نعم. مساء الخير، نعم ريدان كليبر ديتا. السؤال يتعلق بما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات النفطية العاملة في الجنوب، خاصة بعد حادثة إطلاق الصاروخ الشهر الماضي والتي كانت الحادثة الثانية من نوعها في فترة زمنية قصيرة، وهل هناك تأكيد على أن جميع الموظفين الذين غادروا البصرة بعد تلك الحادثة عادوا إلى عملهم؟ وشكرا. لا يوجد لدي إحصاء إذا كان الجميع قد عادوا، لكن البعض قد عاد. هذا سؤال قد يوجه إلى السيد وزير النفط للحصول على إجابة دقيقة. أعتقد الشركات، ليس فقط الشركات النفطية، جميع الشركات تعمل بشكل آمن في العراق. يعني لا نسجل حوادث كثيرة أكثر مما يسجل في دول أخرى. الإجراءات الأمنية واضحة صريحة. نعم جاءت بعض التهديدات، لكن لم يحصل انتهاك أمني حقيقي لأي من مؤسساتنا النفطية أو غير النفطية. نتخذ كافة الإجراءات، وهناك تجديد أمني في كل ما يتعلق بالشركات العاملة في العراق نفطية وغير نفطية. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، سيف علي من قناة دجلة. دولة رئيس الوزراء، موضوع اليوم عن قضية الحشد الشعبي ودمجة من المؤسسة الأمنية. طبعا الأمر الديواني يعني احتوى على الكثير من النقاط بخصوص هذا الموضوع. الموضوع الأهم هي قضية القيادات الموجودة في الحشد الشعبي وقضية منحها رتب عسكرية. يعني على أي أساس ستمنح هذه الرتب؟ يعني هل ستكون هي رتبة واحدة أم في تدرج؟ نعرف أن الرتب العسكرية تمنح وفق مصروف جمهوري وفق سياق معين لخريجي طلاب الكلية العسكرية. يعني كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ شكرا. نعم، هناك عدد لا بأس به من المقاتلين في الحشد الشعبي لديهم حقيقة شهادات من الكليات العسكرية العراقية. يعني قسم كبير منهم ضباط سابقين لديهم رتب عسكرية، وهذه الرتب معترف بها من القوات المسلحة العراقية، وأثناء المعارك القتالية يعني كانوا متعايشين مع إخوانهم الضباط
فبالتالي هذا صنف. الصنف الآخر لدى الحشد الشعبي أيضا مؤسسات أصبحت كاملة فيما يخص المنتسبين فيهم وإعطاء الرتب الحالية. هذا الموضوع سيعالج بتعليمات لاحقة من قبلنا، من قبل هيئة الحشد الشعبي. أيضا لن يكون هناك انتقال من فصائل الحشد الشعبي إلى الرتب العسكرية إلا إذا كانت معادلة، إلا إذا كانت إذا كان هؤلاء قد تخرجوا من كليات عسكرية عراقية أو كليات القوات المسلحة العراقية تعتبرها من الكليات المعترف بها لإعطاء الرتب العسكري. فهذا الموضوع معالج بشكل دقيق وبشكل نظامي ولا يشكل أي خرق بالنسبة لدينا. تحية طيبة دكتور محمد سعد مراسل قناة شرقية نيوز. نواب وشيوخ عشائر أن حول القرار الأخير حول استثمار المناطق في محيط بغداد مطار العاصمة بغداد هو قرار تغيير ديموغرافي بحجة الاستثمار. عندنا هذه السياسات حقيقة، هذه السياسات غير موجودة. النظام السابق لجأ إلى هذه السياسات لإجراء تغييرات ديموغرافية، لا توجد لدينا سياسات إجراء تغييرات ديموغرافية. وإذا يعني لاحظنا خلال سير المعارك ضد داعش في قضايا الاستثمار، في قضايا مشاريع الإصلاح والإعمار، لا توجد مثل هذه النزعة اليوم موجودة لدى الحكومة العراقية. على العكس، نحن تجاوزنا الرؤية الطائفية والانتخابات الأخيرة تمت بقوائم فيها طوائف مختلفة، فيها مذاهب مختلفة. هذا هو الذي نريد أن نعززه، مفهوم المواطنة بعيد عن مثل هذه المفاهيم حقيقة. لا يوجد، إذا أحد عنده براهين حقيقية وليس كلام هكذا، لا يوجد مثل هذا الشيء إطلاقا. السلام عليكم دولة الرئيس، سجاد الموسوي من قناة العراقية الإخبارية. يعني هناك يعني تفاصيل أو مقترحات تتحدث أن ما نسبته 90 من 80 إلى 90% من الدرجات الخاصة والمديرين العامين هي من صلاحيات مجلس الوزراء. لماذا لا يعني يحسم مجلس الوزراء هذه الدرجات بمعزل عن صراعات أو احتدام الصراع بين الكتل السياسية، لا سيما وهناك يعني قبول من قبل يعني مجلس الوزراء لتمرير المديرين العامين من شخصيات تكنوقراط من داخل الوزارات؟ نعم، هذا ما عملناه، هذا ما نعمله. لكن كما قلت أن خلال 15 عام تم تعيين أعداد كبيرة، شكلنا لجنة فنية، لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية، رئيس ديوان الرقابة المالية، لدراسة كل القوائم المقدمة. وتم اختيار بعض المعايير، مثلا ترشيح الوزير السابق، رأي المفتش العام، تأييد أو ترشيح الوزير الحالي، بعض المعايير أيضا في كفاءة الشخص وغير ذلك من أمور. كل هذه القوائم رجعت وتراجع وتعرض اليوم على مجلس الوزراء للتصويت عليها. لا يوجد معايير حقيقة مذهبية أو طائفية، وإنما الملاك الموجود يدقق ودقق من قبل لجنة مختصة مهنية على أسس مهنية وتقدم، واتباعا نصوت عليها في مجلس الوزراء. ولا يوجد إلى حد الآن حقيقة ما تم أو ما يعتقده البعض من ضغوطات سياسية وما أشبه فيما يخص المدراء العامين. هاي من صلاحيات مجلس الوزراء، وهو الذي يصوت عليها والذي يمضيها بشكل نهائي. السلام عليكم، قاسم سعدي من الأسوسيات بريس. سيد رئيس الوزراء، ما الذي يمنع من اندماج عناصر الحشد في وزارة الداخلية والدفاع؟ من؟ عناصر الحشد مقاتلين اندماجهم في وزارة الداخلية والدفاع، وخصوصا الخطوة قبل الأخيرة للمرجعية ذكرت المتطوعين انخراطهم بالأجهزة الأمنية ولم تذكر الحشد. هناك تعليمات لتطبيق كل هذه الأمور بشكل دقيق، نحن حريصون عليها. القوات المسلحة تتشكل من عدة أصناف، يعني حتى مثلا انتقال مثلا من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع وفق سياقات، يعني هناك سياقات للانتقال من هذه الوزارة إلى الوزارة الأخرى أو من الدفاع إلى الداخلية. لا يوجد شيء يمنع، لكن يجب وضع ضوابط لكي تكون هناك سياقات معترف بها من قبل القوات المسلحة العراقية للعمل بشكل أصولي وصحيح. السلام عليكم ورحمة الله دولة الرئيس. آيات فاضل من قناة الفرات الفضائية. نحن يعني عذرا في المؤتمر السابق طلبنا
من سيادتكم أن يكون هناك دور للقناة التي تمثل وجهة أو تيار المعارضة الرسمي في البلاد. لذلك الأخوة جعلوا القضية يم جنابكم على أن أنتم تعطونا دور ثابت، وهذا يسجل فيها حكومتكم قدم السبق، أن يكون في حكومة السيد عادل عبد المهدي هناك رأي وهناك موقف للمعارضة تستطيع أن توضحه في حضرة رئيس الوزراء. لذلك أتمنى دولة الرئيس أن يكون لنا دور ثابت في كل مؤتمر صحفي لجنابكم أن نبدي وجهة نظر المعارضة. وأنا في هذا الجانب لدي سؤال واحد دولة الرئيس، يعني باعتباركم القائد العام للقوات المسلحة، هل لديكم رؤية أولية حول التحقيقات على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد؟ وهل هناك معلومات ممكن ذكرها حول الجهة التي تقف خلف هذا الاعتداء على السفارة، سيما وأنه دولة الرئيس هناك ربما معتقلين أكثر تجاوز عددهم 50؟ يعني هل من خلالهم استطعتم التوصل إلى الجهة التي قامت بهذا الاعتداء على السفارة؟ شكرا جزيلا، أملي كبير بجنابكم أنه تعطونا دور ثابت. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. وما أعتقد أكو هواية من الموالاة، يعني حتى نقول أكو بس معارضة، يعني أسوشيت بريس مثلا أو غيرهم، هذولا يعني مو هالشكل. يعني شكل رسمي شلون؟ يعني شلون يعني بشكل رسمي؟ ما عندنا إلى حد الآن، لم نجري عندما نجري هذه التقاليد ويكون لدينا أغلبية وأقلية وموالات ومعارضة، ممكن وضع تقاليد للمؤتمرات الصحفية. أما الآن أحرار، وأنا رأساً أعطيتك الكلام بدون أن أشخص موالات أو معارضة أو شيء آخر. على كل حال السؤال جيد وأشكرك على السؤال. نعم، تم اعتقال 54 شخص من المتظاهرين الذين بشكل مؤسف، يعني هؤلاء متظاهرين إلى حد الآن بالنسبة إلى القضاء والتحقيق القضائي يحقق في هذا الموضوع، ساروا في مظاهرات، اتخذنا الإجراءات الأمنية وكل شيء يسير حقيقة وفق تحقيق أصولي ووفق مواد قانونية يحال هؤلاء، والأعمال التحقيقية ما زالت جارية، ولا يوجد الآن لدينا جهة محددة قامت بهذا العمل. الشبهات أو ما يؤشر عليه من أصابع شيء، إما التحقيق ما يقوم بالبرهان عليه شيء آخر. حيدر عسيان من وكالة موازين. سيادة الرئيس، وكالة موازين، بالفترة الأخيرة يعني سمعنا أو رأينا الكثير من التصريحات من دول الخليج حول تزويد العراق بالطاقة، والبعض تحدث عن وجود اتفاقيات. إلى أين وصلت المباحثات مع هذه الدول لتزويد العراق بالطاقة؟ موجود هذا الشيء، موجود مشروع مع الأردن للربط بالشبكة العربية، موجود أيضا مشروع مع الخليج للربط بالشبكة الخليجية، يعني السعودية الكويت إلى آخره. لم يحسم هذا الموضوع، يعني ما زال في طور البحث، وفيه جوانب فنية وفيه جوانب أيضا مالية، يعني هذا ليس مسألة بدون أعباء مالية معينة، بدون مد شبكات، بدون تكاليف لهذه الوحدات. لكن البحث موجود وهو بحث جاد، والعراق يجب أن يرتبط بالشبكات كما هو دول العالم، يجب أن يرتبط بالشبكات اللي موجودة في جميع دول الجوار. نحن اليوم نستورد كهرباء مثلا من إيران، هذا استيراد، لكن يجب أن يحصل لدينا ربط مع تركيا، مع إيران، مع سوريا، مع الأردن، مع يعني وصولا إلى الشبكة العربية، حتى مصر لديها خطوط مع السعودية ومع الكويت. هذا الشيء يوفر حقيقة أمن للطاقة في الكهرباء بشكل صحيح كما تقوم كل دول العالم من سياسات وإجراءات. شكرا جزيلا، شكرا لكم.